ونسأل ونتضرع إليك أيها السيد الإله الضابط الكل والابن الوحيد القدوس خالق الكل ومدبرهم الروح القدس المحيي الثالوث القدوس الذي تكسو له كل ركب ما في السماوات وما على الأرض نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أجل السلام العالية وتآلف سائر البيع التي في العالم والأديرة والمجامع المقدسة والسكان فيها والقيام بأحوالها يا الله تحنن على خليقتك ونجها من كل سوء نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من بقدرته دبر حياة الإنسان قبل خلقته وصنع له الموجودات بحكمته وزين السماء بالنجوم والأرض بالنباتات والأشجار والكروم والأودية. أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبات عبيدك الواقفين بين يديك القائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. الله العظيم القدوس الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله وجعل فيه نفسا حية عاقلة ناطقة ارحم يا رب جبلتك التي خلقتها تحنن عليها وارسل علينا رحمتك من علو قدسك ومسكنك المعد نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من خلصت عبدك نوح البار ونجيته من الطوفان هو وبنيه ونسائهم أيضا الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة لأجل تجديد الأرض مرة أخرى نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الباري رازق الكل مد شعبك من طوفان بحر العالم الزائل ارفع عنهم كل مكروه وكل الحيوانات أيضا وسائر الطيور أعطها قوتها لأنك تعطي للبهائم رزقا ولفراخ الغربان قوتا نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من ضيف عند عبده إبراهيم رئيس الآباء واتكأ على مائدته وبارك في زرعه أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبة عبيدك وكهنك الواقفين بين يديك وتراف على العالم وخلص شعبك من كل شدة وحل فيهم وسر بينهم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. نطلب إليك يا رب كي تحرسنا من جميع الشرور تراب على خليقتك وجميع شعبك لأن عون الكل تترجاك اعطهم طعاما في حيني يا مغذي كل ذي جسد يا عون من لا عون له يا رجاء من لا رجاء له نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الناظر إلى المتواضعين بعين عنايتك التي لا تغفل يا من خلصت يوسف من امرأة سيده وجعلته ملكا على مصر وأحوالها وأجزت عليه أيام الشدة فأتى إليه إخوته وأبوه يعقوب وسندوا بين يديه وأخذوا منه حنطة لقود بنيهم ومواشيهم. نحن الجميع أيضا نخضع لك برؤوسنا ونسجد ما بين يديك ونشكوك يا خالقنا ورازقنا على هذا الحال وفي كل حال ومن أجل سائر الأحوال نجنا يا الله من كل شدة نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الإله كلمة الآب العامل في الناموس والأنبياء والعهد القديم ومكملهم خلص شعبك من كل ضيقة دبر حياتهم حسب إرادتك الصالحة ارفع عنا كل قحط وبلية نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا.
يا من عال الشعب الإسرائيلي 40 سنة في طور سيناء ولم يكن لهم بيوت ولا مخازن، أنت يا سيدنا احفظ شعبك وعنهم، بارك في منازلهم ومخازنهم بالبركات السمائية. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من قبلت تلبة إيليا التثبيت عندما أمطرت السماوات وأنبتت الأرض، وباركت في كيلة الدقيق وقست الزيت في بيت الأرملة، اقبل تلبة شعبك بصلوات قديسيك وأنبيائك الأطهار. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله ترى أفعال العالم بعين الرحمة والرأفة، بارك في كيل غلاتهم ومخازنهم وفي القليل الذي عندهم، اصعد مياه الأنهار كمقدارها، هب اعتدالا للأهوية، نيل مصر باركه هذا العام وكل عام، فرح وجه الأرض وعلنا نحن البشر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت توبة أهل نينوى عندما صام الجميع، وقبلت إليك اعتراف اللص اليمين على الصليب، هكذا نحن جعلنا مستحقين لرضاك وتحننك، لندعوك قائلين اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. اقبل توبة عبيدك وصومهم وصلواتهم وقرابينهم المرفوعة على مذابحك المقدسة بخورا طيبا وارحمهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المدبر القوي المؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد الذي امتحن عبده أيوب وشفاه من بلاياه ورد عليه ما فقد منه أزيد مما كان، ارحم يا رب شعبك، خلصهم من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد، يا ناصر جميع المتكلين عليك. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا، كلمة الآب الذي عاهد تلاميذه الأطهار وغسل أقدامهم وجعلهم قادة للمؤمنين ومنارا للدين وأشبع بهم النفوس الجائعة وعلمهم الصلاة قائلين أبانا الذي في السماوات، لا تدخلنا التجارب لكن نجنا من الشرير، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا صانع العجائب والمعجزات، ومن أشبع الألوف من الخمس خبزات وأقام الأموات وبارك في العرس في قام الجليل، أيها السيد بارك لعبيدك في خبزهم وزيتهم وزرعهم ونحلهم ومتاجرهم وصنائعهم ومباشراتهم، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب خلص شعبك وحوط عليه من كل ناحية بإشارة صليبك المحيي، وارفع شأن المسيحيين في المسكونة كلها، حنن عليهم قلوب المطالين عليهم، عطف قلوبهم على إخوتنا المساكين والمعوزين بالإحسان، وابعد عنهم كل مكروه، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب يا من ترك لنا عهده القدوس جسده ودمه حاضرا عندنا كل يوم على المذبح خبزا وخمرا بحلول روح قدسه وأوصانا قائلا اصنعوه لذكري، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا.
يسوع. أيها المسيح إلهنا، ارحم شعبك وخليفة رسلك، واعط بركة لثمرات الأرض، وابهج قلب الإنسان بكثرة ثمرات القمح والخمر والزيت. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المولود من الآب الذي تجسد من البكر البتول العذراء مرت مريم في آخر الأيام، الذي قال لتلاميذه القديسين: امضوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به، ها أنا معكم كل أيام وإلى انقضاء العالم. كن أيضا مع شعبك الصارخين إليك القائلين: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا غافر الخطايا ومانح العطايا، اغفر خطايا شعبك، طهرهم من كل دنس، اغسلهم من كل غش، وابعد عنهم اليمين الحالسة وكل حسد وكل نميمة، وانزع من قلوبهم الفكر الرديء والوسواس وكل الشكوك وكل كبرياء وكل قساوة وتكبر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أنت يا سور خلاصني وإتلال حصن المنيع غير الواقع، إليك نسأل مشورة المعاندين لنا ابطلي، وحزن عبيدك إلى فرح ردي، ولمدينة مسؤولي، وعن ملوكنا حاربي، وعن سلام العالم والكنائس اشفعي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله الرحمة والرأفة ورب كل عزاء، لا تسقط علينا، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بكثرة خطايانا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. انصت يا إله يعقوب، وانظر يا إله عوننا، ارفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والفناء وسيف الأعداء والزلازل والأهوال وكل أمر مخيف. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من أجل حفظنا تحت اليد العالية المقدسة التي لك يا الله، نطلب إليك أن تبقي لنا وعلينا حياة الأب المكرم البطريرك أنبا شنودة، وأن تحفظ لنا حياة وتثبتها على كرسي سنين عديدة، وأزمنا سالمية هادئة مديدة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا، نطلب من جودك ومن مراحمك العالية أن تبقي لنا وعلينا حياة الأباء المطارم والعساقفة وكل الرؤساء والرعاة، احفظهم وغنم رعيتهم ثبتهم، اعطي حفظا للكهنة، طهارة للشمامسة، قوة للشيوخ، فهما للأطفال، عفة للأبكار، مسكا للرهبات والراهبات، نقاوة للمتزوجين، زوجين صورا للنساء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيضا الضالين والمسافرين، ودهم والأرامل والأيتام والهم والجياع والعطاش اشبعهم، والذين عليهم دين اوف عنهم وسامحهم، والمحبوسين والذين في الشدائد افرج عنهم، والمرضى والراقدين اشفهم وتنيحهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله أبائنا القديسين، لا تتخلى عنا ولا تخيب الذين خلقتهم بيديك الطاهرة، اظهر حبك للبشرية أيها الرحوم، اقبل من والد تكشف من أجلنا، خلصنا يا مخلص شعبا متواضعا، لا تغفل عنا إلى الغاية ولا تسلمنا إلى الانقضاء،
من أجل اسمك القدوس لا تنقض عهدك ولا تبعد عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك ويعقوب قديسك نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Yeah.
المسيح إلهنا الحقيقي الذي قبل الآلام بإرادته وصلب على الصليب من أجلنا يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا ويكمل لنا البسخة المقدسة ويرينا فرح قيامته المقدسة سنين كثيرة وأزمنة سالمة هادئة مديدة بالسؤالات والطلبات التي تصنع عنا كل حين وابدة الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين الأطهار ميخائيل وغبريال وفائيل وسوريال وكل من صف الشهداء والقديسين بركتهم المقدسة شفاعتهم قوتهم محبتهم صلواتهم معونتهم تكون معنا جميعا أمين بخريستوس بنوتي أمين أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خذ لنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد أنا مصرف